السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لو لسه ما اشتركتش اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. رسميا تدريس اللغة الفرنسية كلغة أساسية هتبقى زيها زي اللغة الإنجليزية، في امتحان وفي نجاح وفي رسوب. بداية من العام القادم هتكون في جميع المدارس الحكومية، وده حصل بعد موافقة التعليم بمجلس النواب. نفس الكلام بالنسبة للثانوية العامة التراكمية، لو وافقوا عليها في مجلس النواب هيتم اقرارها وهتطبق. في بعض من الطلاب هيقولوا لي احنا بندرس اللغه الفرنسيه في الثانويه العامه، لا الموضوع هيبقى مختلف خالص، هيبقى اللغه الفرنسيه تدرس من اولى ابتدائي. هيبتدوا بالحروف الصوتيات زي اللغه الانجليزيه، وبعدين الموضوع هيبتدي يتدرج في الصعوبه. وافقت لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية، هتبقى زيها زي الإنجليزي بالظبط، هتدرس من البدايات بالنسبة للصفوف الأولى، وبعد كده الموضوع هيتدرج في الصعوبة الإعدادي وثانوي. اقتصار تدريس اللغة الفرنسية على طلاب الثانوية العامة وبعض المدارس الإعدادية، إحدى المعلمات بتقول إنه لا يحق هدفه في تعليم اللغة، لأن الفرنسية بيجب أن تكتسب من الصغر، عشان كده تدرس من الابتدائي. بتؤكد أن تدريس اللغة الفرنسية في مراحل التعليم الأساسي الحكومية جاء متأخرا، وكان مفروض يتم تطبيقه قبل ذلك كمادة أساسية زيها زي اللغة الإنجليزية، لأنها بتحتوي على عدد من الحروف لابد أن يتعلمها الطفل مبكرا. كان مفروض يتم تطبيقه قبل ذلك كمادة أساسية زيها زي اللغة الإنجليزية، وده ببساطة شراكة بين الوكالة الفرنسية والشريك التاني اللي هو وزارة التربية والتعليم، شراكة بين الاتنين. والوكالة الفرنسية هتزود الجانب المصري ب1,500,000 يورو عشان تمول المشروع، وده دعم لتطوير المناهج التعليمية والكتب المدرسية، وده كله عشان يتم تدريس اللغة الفرنسية وتطويرها في جميع المدارس. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم.